كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق 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 ازيكم يا اصحابي، وحشتوني قوي اصحابي في كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم دعوه الاولاد. ازيكم يا اصحابي، وحشتوني قوي 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 بجد بجد. كل ما بيعدي اسبوع ببقى بعد بالساعه والثانيه واللحظه عشان خاطر اشوفكم واكون معاكم النهارده كل جمعه. وعلى فكره يا اصحابي، احنا من النهارده الميعاد فرق التوقيت بتاع الحلقه فرق بس في كاليفورنيا. الحلقه بتبتدي الساعه 9 الصبح في كاليفورنيا بدل 8 وبتتعاد 9 بالليل. خلاص يا اصحابي علشان نبقى عارفين. لكن بالنسبه لمصر الميعاد زي ما هو. ازيك يا ميمو؟ ازيك يا انجي؟ ازيك؟ عامله ايه؟ اوعي تعملي ايه؟ اوعي. عامل ايه ميمو؟ انا كويس كويس. انت عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. انا مش عارفه انت باصص في الموبايل يعني. صدقيني يلا بقى تعالي. ايه؟ ببعت مسج. تبعت مسج؟ ما انا معاكي. يلا ابتدي الحلقه. يلا ركز معايا يا ميمو. ما انا اهو. ازيك يا اصحابي، عاملين ايه؟ كويسين؟ طيب كويس. باي باي. يلا بقى، ما انا معاك اهو. يلا اصحابي في كل مكان، النهارده موضوع حلقتنا جميل جدا وشيق جدا. بس قبل ما نبتدي معاكم زي كل مره لازم نبدا حلقتنا بالصلاه علشان ربنا يسوع يكون بيباركنا ويبارككم انتوا كمان يا اصحابي. يلا بينا نبدا الصلاه وبعدين نشوف موضوع حلقتنا النهارده ونشوف ميمو بيعمل ايه. يا اخي ده اسمه كلام؟ ده حد يقول كده برضو؟ لا. أيوة. باسم الاب والابن والروح القدس، صلي يا ميمو. ايه انت بتعملي ايه؟ بنصلي يا ميمو. هنصلي؟ طب صلي انا معاكي. باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين. ربي إلهي خالقي مخلصي يسوع المسيح، بشكرك يا رب إلهي، بشكرك يا رب على إنك موجود معانا في كل حلقة يا رب. بشكرك يا رب على وجودنا النهاردة في كل بيت. بشكرك يا رب على إنك معانا دايما. بشكرك يا رب من أجل حلقة جديدة في برنامج دعوة الأولاد. ربي يسوع سامحني يا رب بجد إن أنا مخي النهاردة مشتت في الصلاة شوية. حاسة إن أنا يا رب مش عارفة أركز، وأنا عارفة إن دي خطية كبيرة يا رب ان انا مش بصلي لك وبضيع وقتي في عدم التركيز ومنتبهه في حاجه تانية. سامحني يا رب جد، وسامحوني يا اصحابي لان انا كل اللي مضايقني دلوقتي ان انا بصلي من غير ما حبيبي وصاحبي ميمو يشاركني الصلاه، ومضيع وقته في حاجات تانية مش مهمه، وسايب اهم وقت في حياتنا اللي احنا المفروض بنديه ربنا وعمال يتكلم في الموبايل ويبعت ويقرا. ربي يسوع المسيح بشكرك من اجل وجودنا في كل بيت. بشكرك يا رب من كل اب، من اجل كل اب وام، من اجل كل جد وجده، من اجل كل اخ واخت بيتفرجوا علينا دلوقتي. اصحابي في كل مكان، دي كانت صلاه صغيره. سامحوني انا فعلا مش عارفه اركز خالص معاكم بسبب ان انا صاحبي وشريك في خدمه دعوه الاولاد ميمو مش مركز معايا خالص. ما انا اهو يا انجي مركز اهو، ما انا معاكي اهو بجسدي وقلبي ودمي وعقلي وروحي اهو. يعني حاطط لي الموبايل على الترابيزه وقاعد شغال، انت عمال تكتب وتقرا وتضحك وعامل مع نفسك جو تاني خالص غير ده. كلام عجيب قوي بصراحه، مش عارفه اقول الكلام ده ازاي. مش عارف ميمو ده كلام برضه يتقال؟ مش عارف ميمو.
نطلع الفصل الاولاني عشان انا مش عارفه بجد اقدم الحاجه. هتطلعي فصل؟ اه. طب اطلعي، انا حد قال لك ما تطلعيش؟ اطلعي. يلا يا اصحابي نشوف الترنيمه الاولانيه. والماضي اعتبره مات. قلبك طيب يا ربي
حب وحنان محتاجك ربي جنبي حسسني بالأمان قلبك طيب يا ربي مليان حب وحنان محتاجك ربي جنبي حسسني بالأمان حبك هو الأمان على فكره يا اصحابي. انا عارفه ان انتوا اتفرجتوا عليها. بشكر الطفله اللي صوتها جميل جدا ايما ايهاب على الترنيمه الجميله دي، وبشجعها انها تعمل لنا ترانيم تاني كتير. وكمان يا اصحابي مش هنسى من خلال حلقه دعوه الاولاد ان انا اشكر المرنمه مريم صبحي اللي ساعدتني في تنقيه الترانيم بتاعت الحلقه دي. بشكرك كتير يا مريم، ربنا يبارك خدمتك. واحنا في انتظار ان انت هتبعت لنا ترانيم بتاعتك بتاعت الاطفال. احنا في انتظار كلنا شوق ان احنا نسمع ترانيمك الجديده، ورب يبارك عملك يا رب. ميمو طبعا يا اصحابي يعني مش معايا خالص الحلقه دي. يا سيدي حاطط الموبايل من ساعه ما شغلنا الترنيمه بتاعه البنوته العسل دي ومالوش دعوه بقى بالبنوته. رد عليها لقيتها يا مسال وسايبني. ايه ده؟ ايه ده؟ دي التليفون. ايه ده انجي؟ ادي التليفون يا انجي. لا ايه ده؟ ما لا هاتي بتعملي ايه؟ ببعت مسج يا ميمو. ده بتاعي انا. قدم انت الحلقه بقى. هاتي التليفون بتاعي. كل واحد يعرف تليفونه. هاتي تليفوني انجي. هاتي تليفوني يا انجي. طب اعمل لها ايه دي يا ربي بقى؟ شايف؟ هاتي تليفوني. تضحك على ايه؟ ببعت مسج جميل. تبعتي مسج لمين؟ ده كل اللي هنا اصحابي. بتبعتي لمين؟ ده تليفوني انا. ايه ده؟ اضحك على ايه؟ قوليلي اشمعنى انت عملت فيا كده؟ ضايقتك ولا ما ضايقتكش ان انا سبتك وقعدت العب بالموبايل بتاعي؟ ما انا مش سايبك وانا معاك اهو. انت مش معايا خالص يا مين. ما انا معاك اهو في الحق. مين اللي قاعد جنبك ده؟ انت قاعد جنبي بس مش كانك قاعد جنبي خالص. انت قاعد جنبي في حته تانيه خالص، مش مركز معايا خالص. ما ينفعش الواحد يركز يا اصحابي في كذا حاجه، يعني يعمل كذا حاجه في وقت واحد. لازم كل واحد لما يعمل حاجه يركز فيها. انت دلوقتي اصحابي في البيت بيتفرجوا عليك وكلهم قاعدين مركزين مع ميمو. هما مركزين مع ميمو، مركزين مع انجي. انت مش مركز معاهم ليه؟ ما انا مركز اهو قاعد معاهم. ما انا قاعد فين بس؟ يعني ببعت مسجات وحاجات كده برد على اصحابي. مش وقت البرنامج يا ميمو، مش وقت. ما احنا في الوقت ده بنستناك كل الجمعه من الاسبوع للاسبوع عشان نقعد مع اصحابي. دلوقتي نبعت لهم ويبعتوا لنا ومبسوطين بيها بيهم وهم مبسوطين بينا. ما حبكتش يعني يا ميمو؟ انا بعرف اعمل كده حاجه في نفس الوقت يا ميمو. ده انت ما حضرتش الصلاه كمان وما خلتنيش عارفه اركز في الصلاه. ضيعت عليا تركيزي في الصلاه، وضيعت عليا ان انا كمان اركز في تقديم البرنامج. ضيعت عليا كل حاجه يا ميمو. مين اللي قالك يا انجي ما كنتش معاكي في الصلاه؟ كنت معايا. طب انا قلت ايه؟ انت بامارك. ايوه رشمتي الصليب في الاول وقلتي امين في الاخر. انا كل مره بعمل كده يا زكي. لا بس برضه يعني المره دي روحتي قلتي امين. قلتيها كده. ميمو ما تتذكاش عليا وعلى اصحابي. ميمو لازم تعترف بغلطك. لا انا مش غلطان، انا بعرف اعمل كده حاجه في نفس الوقت. انت غلطان. لا انا مش غلطان. انا غلطان. انا على طول بعمل كده. ماما تبقى مثلا بتكلمني في حاجه وانا قاعده العب على الكمبيوتر. وده غلط يا اصحابي. ولو انتوا بتعملوا كده ما تعملوش زي ميمو. لازم نكون مركزين في حاجه واحده. لازم اللي احنا نعمله نركز فيه. لما اذاكر اركز في المذاكره. ما ينفعش انا قاعد بذاكر واروح فاتح الكمبيوتر وقاعد مع اصحابي على الفيسبوك ولا ببعت ايميلات ولا بلعب جيمز. ده ما ينفعش يا اصحابي. يا انجي انا نبيه وسابق سني وعصري، بعرف اعمل كذا حاجه في نفس الوقت. اعمل ايه بقى؟ الحمد لله ربنا اداني مواهب عديده متعدده
بعملها كلها مع بعض. ما ينفعش. يعني بعرف ارسم، بعرف اغني، وبعرف امثل في المسرحيات بتاعت الكنيسه، بعمل كل حاجه. انا مش عارف اعمل ايه يا ربي من كتر الحاجات دي. ميمو، كل واحد عنده كذا موهبه ويقدر فعلا يتعامل معاها. في ناس صوتها حلو، تعرف تمثل، تعرف تطبخ، تعرف تعمل حاجات كتير قوي. لكن ما ينفعش ان انا اعمل كل حاجه في نفس الوقت، لازم كل حاجه اديها وقتها. وقت الغنى او وقت الترنيم ادي ربنا ان انا قاعد بغني او برنم لوحدي. وقت الطبخ ادخل اعمل اكلي، وقت تنظيف البيت ادخل. كل حاجه لازم اعملها لازم اركز فيها. انت عارفه ان الميس لما بتقعد في الفصل تقعد تشرح، احيانا كده تقعد تشرح دروس ملهاش اي لازمه اساسا، تقعد تشرح تشرح، تقعد تتكلم تتكلم كتير قوي بصراحه الميس دي، يعني مش عارفه اعمل فيها ايه، رغايه قوي. تقعد تتكلم بقى، انا واصحابي بنقعد نتسلى بقى، مثلا ايه، نلعب بينجو، نلعب اكس او، هنسلي وقتنا بقى قبل ما هي تخلص. وهي طبعا مش مركزه معاكوا، طبعا هي مركزه في انها توصل لكم المعلومه، ومركزه في الشرح بتاعها. هي مركزه بقى في اللي مركزه، وانت مركز في اللعب. لا انا ببقى سامع وبلعب برضه. ما ينفعش. ينفع ينفع. ولو اخدت امتحان بعديه على طول وهتيجي تسالك هتلاقي بيمو بيجاوب كله غلط. لا كله صح، كله صح. ميمو شاطر. خدت كام يعني؟ وبعدين وقت الزنقة. خدت كام من 10؟ خدت كام من 10؟ خدت كام من 10؟ بصي يا انجي، هيجي بقى. انا درجاتي هيلف ويدور بقى. ايوه هقول لك بقى، انا درجاتي بتتحدد من حسب مذاكره اللي جنبي. لو هو مذاكر وشاطر خلاص هيجيب درجه حلوه. مذاكره مين؟ اللي جنبي. مين؟ إيه صاحبي اللي جنبي بقى، حسب زقزق، لان زقزق ملوش نافع كده بقومه قعد حد يعني تاني. كمان معتمد على ان هو يغش. اصحابي لازم نطلع فاصل حالا. ترجمة جميلة جدا. فاصل ليه؟ ما انا هقول لك هنروق بيها اعصابنا، لان اللي قاله دلوقتي يعني ملوش اي رد عندي. يلا بينا ونرجع تاني. طب هدي تليفوني وتلاقي الفاصل بتاعي لوحدي. لا بعد الترنيمه الجميله دي، انا بحبها جدا قوي قوي خالص خالص، وكنت قاعده مركزه فيها جدا 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 على فكره يا اصحابي. بعدين بقى حلوه جميله يا رائعه فوق الرائعه فظيعه. شفتها يا ميمو صح؟ طبعا طبعا. انجي بقول لك ايه، ممكن تديني تليفوني كده بس، ايه عشان في ايميل مستنيه
متوقف عليه حياتي المستقبليه كلها بصراحه، يعني ايميل الحياه وموت بالنسبه بعد الحلقه يعني بعد الحلقه. لا بس عليه، بس هبص عليه ثانيه واحده بعد الحلقه. اصحابي كنا عايزين نتكلم مع مين في موضوع ان هو كان الزن بقى، الزن هيشتغل بقى الزن. ثانيه وهبقى ثانيه واحده بس. انجي هاتي التليفون. انا بس ثانيه بس هقول لاصحابي ما قولي لهم ماشي، بس هاتي التليفون. مين هو بطل زن؟ طب هاتي التليفون وانا بطل زن. ميمو ثانية واحدة اقول لاصحابي حاجة. لا قولي لهم براحتك بس هاتي التليفون. بطل زن يا ميمو، مش عايزة زن. عايزة التليفون، هاتي التليفون. ايه ده احنا هنعيط ولا ايه؟ هاتي التليفون. مش هديكي التليفون يا ميمو عشان انت مش عايزة تسمعني. هبص على الايميل. ركز معايا، هديهولك ركز معايا. ما انا هركز اهو، بس هاتي بقى. ايه ده؟ هاتي بقى التليفون. ميمو عايز تليفوني. طب هقول حاجة لاصحابي. هتقولي لهم هم انا مالي. اصبر هقول حاجة لاصحابي. هتقولي لهم هما انا مالي. اصبر هقول لهم وانت لازم تركز. يو بقى ماشي. اصحابي يعني انا مش عايزاكم تتعلموا اي حاجه خالص من اللي قالها ميمو والتصرفات دي. اكيد هو مش في وعيه، ده مش ميمو الحلو اللي احنا نعرفه. ميمو اللي احنا نعرفه ده احلى من كده بكتير يا اصحابي، يعني ده مش ميمو خالص. انا ما اعرفوش، يعني عايزه اقول لكم كده يعني اصحابي. كان ميمو بيقول كده قبل ما نطلع الفصل بتاع الترجمه ان هو بيعتمد على غيره في ان هو يحل الامتحان اللي بتديه له ميس، وده احنا اتكلمنا عليه قبل كده اسمه غش. واحنا يا اصحابي مالناش دعوه برضو بالموضوع ده، احنا ما بنغشش، احنا مسيحيين اوكي، ومش بنبص فرقه اللي غيرنا ونعتمد على نفسنا. بنركز في مذاكرتنا يا اصحابي، وبنحفظ دروسنا كويس قوي 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 علشان خاطر نحل كل اسئلتنا لوحدنا وما نعتمدش على غيرنا. يبقى التركيز ثم التركيز ثم التركيز. خلاص ما بنردش على حد بطريقه مش كويسه، ما بنقولش اوف والكلام ده، ما بنزنش، ما بنديش ظهرنا لحد ونعمل مقموصين، علشان دي مش اخلاق المسيحيين، مش اخلاق ولاد بابا يسوع اللي بيروحوا بيلبسوا شمامسه وبيتناولوا. تعرفهم يا ميمو؟ اعرفهم. بصي هاتي تليفون وانا هبقى اعرفهم. هاتي بقى. ايه ميمو ده؟ عايز التليفون بتاعي. طب اقعد مؤدب كده. انا حلوه اهو. هاتي بقى تليفون. واديني وشك كده. ماشي اهو. ماشي كده، خليك حلوه كده خلاص؟ اه. انا هديكي التليفون تبص على الايميل بس. اه بس كده يعني فسوية كده ربع ثانية. بس على الايميل. هتبص على الايميل بس. هاتي. يلا اهو. اهو افتحه لك كمان. لا انا عارفه افتحه على واحد. شكرا. يلا اصحابي كمان دلوقتي هنتكلم النهارده عن حياه القديس ماري مرقس الرسول. القديس ماري مرقس الرسول جسده موجود في اسكندريه في الكنيسه المرقسيه اللي انا وميمو منها. خلاص انا بحب الكنيسه دي جدا، كل لما بروحها دايما بحب اخد بركه من جسد ماري مرقس. لما كان القديس ماري مرقس الرسول يا اصحابي هو مؤسس الكنيسه المصريه، هو كان البابا الاول اسكندريه. خلاص وكان كل من بيجي بعده كان بيدعي بيقولوا له انت خليفه ماري مرقس الرسول. خلاص هو اساسا كان من اصل يهودي واتولد في المدن الخمسه الغربيه. خلاص في بلده اسمها اريالوتوس تبع المدينه اسمها القيروان. خلاص ابوه اسمه ارستوبولس اوكي، ابن عم زوجة القديس بطرس. خلاص ومرقس كمان ابن اخت برنابا الرسول، معروف قوي القديس برنابا. هجرت الاسره راحت من القيروان لفلسطين وبدايه خدمه يسوع. تابع مين بقى من تلاميذ بابا يسوع. خلاص وكانت مامته كمان من المريمات اللي كانوا بيتبعوا بابا يسوع، يعني القديس مرقس ومامته كمان كانوا من التلاميذ اللي بيمشوا بيتابعوا بابا يسوع. خلاص يا ميمو شفت الايميل؟ لا استني بس. اول هاتي هاتي يا انجي. ماشي يا ميمو هاتي. بس 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 على الفيسبوك هسالك. ها هسالك على القصه لما اخلصها بتاعت ماري مرقس. كان مرقس احد السبعين رسول اللي ارسلهم رب المجد يسوع قدامه عشان يبشروا الناس، وكان بيتكرز مع القديس بطرس في اليهوديه وفي اورشليم وفي بيت عنيا. خلاص كرز كمان مع قديس برنابا وقديس بولس في رحلته الاولى. خلاص ونشر معهم وبشر كمان في سوريا وانطاكيا سنه 45 ميلاديه. خلاص
وكمان يا اصحابي راح القبرص، يعني قديس ماري مرقس راح كان بشر في بلاد كتير جدا في يسوع المسيح. خلاص بعد كده راح قديس مرقس لوحده وبشر في اسكندريه لوحده، بعد كده عمل مجمع اورشليم سنه 50، اللي بعد ما عمل مجمع اورشليم راح بعدها على طول على اسكندريه. خلاص لما رجع من الرحلات التبرشيريه بتاعته، انتبهوا قوي في الحته دي، انتبهوا قوي ها. خلاص اتحول ناس كتير بقوا مسيحيين، ابتدوا يضطهدوا زي كل القديسين، وابتدوا يعذبوا، وابتدوا يقولوا له انت بتخلي الناس تسيب عبادة الأوثان وتبقى مسيحيين. وبعد كده نال استشهاده، موتوه، قطعوا راسه، كانت بعد ما تعذب في 30 برمودة سنة 68 ميلاديا. بركة هذا القديس العظيم ماري مرقس الرسول تكون معانا ومعاكم يا أصحابي. يا رب تكونوا طلعتوا بمعلومة جديدة من خلال برنامج دعوة الأولاد. ميمو ايه؟ ميمو نعم. أنا زعلانة منك. لا ما تزعليش، بجد زعلانة منك، بس أنا مش هقولك دلوقتي، هنطلع فاصل صغير وبعدين حاجة أقولك يا زعلانة منك في إيه. بجد أنا ابتديت أزعل بجد. Hi, Sam. Oh, hey, God. So, what is it you have there? You mean these things? Well, these are all my good deeds that I'm using to get into heaven. Is that so? Oh, yeah. I've got tons of good stuff in here. Like these. These are groceries that I would give to the poor every week. There's apples, milk, fish, coffee, and oh, look, look, look. There's another good deed. These are supplies from my very first mission trip. It was so hot, and there was mosquitoes and bugs, and oh, look, 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 here's another good deed. You'll really like this one. Okay, so there was this one time. It was at night, or was it evening? Maybe dusk. I've never understood the difference. And I was waiting at a bus stop. Well, sitting, really. And there was this elderly lady, and it was cold outside. Not so cold, but a little cold, like when it's too cold for ice cream, but not cold enough for a jacket. And it was raining, and the lady must have been sick, because then she let out this huge sneeze. And so I gave her this tissue. Sam, those are all great things to do, but that's just not how you get into heaven. Oh, okay. Are you sure you saw the tissue? Yes, Sam. I'm sure I saw the tissue. I never use bad language. Really? Just take a look. Ah! Ah! Ooh! Ouch, ouch. See? No cussing. Are you? Yeah. And I also listen to religious CDs. That's right. And do you want to know something else? I never steal. Well, except for ladies' hearts. Hey, how you doing? Those are all fine things, Sam, but that's just not how you get into heaven. Okay, I finally got it. I know how I can get into heaven. That's great. Okay, let's hear it, Sam. I read my Bible every day. No, no, no. Sam, that's just not how you get into heaven. I also don't work on the Sabbath, which includes not brushing my teeth or carrying my wallet. No, Sam. I'm sorry. No. I share. How about no? I'm nice. Nuh-uh. I make Christian cartoons. I tithe. Won't help. I sing. No way. I go to church every Sunday. Sam, none of those things will ever get you into heaven. Well,
All I have left is this. And what's this? It's my prayer to you when I was 13 years old. It was when I told you that I believed in your son, Jesus Christ, and I asked him into my heart to cleanse me and forgive me of my sins. My son, that's all you've ever needed. Welcome home. Wahoo, 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 yippee! Yay! Woo-hoo. Hey, you couldn't have just told me that in the beginning? Actually, I did. You see, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. فيديو اكتر من رائع يا اصحابي. الفيديو ده انا كان نفسي اعرضه لكم من زمان. انا يعني مبسوطة جدا بان حد من الاعزاء على قلبي هو اللي رشح ان احنا نحط الفيديو ده النهاردة. الفيديو ده كان بين انسان عادي زينا، زي ميمو، زي انجي، زي اي حد بيتفرج، كان عايز يدخل ملكوت السماء. دايما بنقول احنا ولاد بابا يسوع بندخل ملكوت السماء، لا الباب مقفول. فطبعا الحوار كان ده زي تشبيه ان هو بيتكلم مع بابا يسوع، بيقول له انا قال له انت قدمت لي ايه؟ قعد بقى يقول له انا قدمت لك اكلي وقدمت لك شربي، قال له كنت بغني لك، كنت برقص لك، كنت بعمل لك كل حاجه. قال له كل ده ما فتحلوش باب السماء يا اصحابي، لكن اللي خلاه يفتح له قال له طب ينفع ده؟ فتح له علبه صغيره، قال له دي كل الصلاه اللي كنت بصليها لك، الصلاه اللي كنت بصليها لك في حياتي يا بابا يسوع. بابا يسوع انبسط، كانت هي دي الحاجة الوحيدة اللي شفعت له وفتحت له باب السماء. أصحابي الفيديو ده بيقول لكم إن إحنا لازم ندي ربنا حقه، ووقت ربنا لازم نركز فيه. لما نروح الكنيسة لازم نركز في الصلاة، لما نقرأ الإنجيل لازم نركز في الصلاة، لما نقرأ المزامير لازم نركز فيها. ربنا محتاج وقتنا، وقتنا ده اللي إحنا عايشينه ده ملكه هو مش ملكك أنت. حاول يا صاحبي، حاول يا صاحبتي ان انتوا يكون وقتكم ده وحياتكم مسلمينها ليسوع، بتاعته هو، مش بتاعتك انت ولا بتاعتك انت ولا بتاعتك انت. خلاص، مش بتاعت الموبايلات، مش بتاعت الفيسبوك، مش بتاعت اعملوا ده. ربنا ما منعناش ان احنا نعمل اي حاجه يا اصحابي، بس ربنا كمان عايزنا نديله وقت كبير او جزء كبير ما نبخلش عليه، عشان هو لما نيجي في الاخر ونقول له يا رب افتح الباب، يا رب ما تبخلش علينا ان احنا ندخل، يقول لنا ايه؟ يلا ادخلوا الى ايه؟ فرح سيدكم، ادخلوا الى بيت بابا يسوع. صح؟ طب انزي، نعم، انا عندي سؤال. قول. بعد ما فرقت على الفيديو ده بصراحة فكرت فيه. طب انا بصلي كل يوم لبابا يسوع، بس بصراحة وانا واقف اصلي يعني اقعد افكر، يعني انا بسلي بقول الكلام اهو الصلاه ماشي حلو الكلام، بس بقى بقعد افكر انا في حاجات تانيه، اقعد افكر مثلا في المدرسه، واحد صاحبي عمل موقف، ماما مش عارفه قالت لي اختي نونا كانت النهارده معايا ما قالتنيش حاجتها كده، بقى قاعده افكر واقعد اصلي. انت عارفه ان انا بعد احيانا ما بصلي ارجع اقول ايه ده، هو انا قلت كده ولا لا في الصلاه؟ يعني مثلا انا كل يوم بقول ربنا الذي واقول مزمور زي ما انت قلتيلي واقرا حته من الانجيل، فانا مثلا وانا مثلا بقرا المزمور او انا مثلا بقعد اصلي كده اقول من كتر بقى ما انا بقعد افكر في حاجات تانية ارجع اقول ايه ده، هو انا قريت الحته دي ولا لا، مش مركز، هو انا صليت الصلاه دي ولا لا، بس بقول ربنا الذي بقى اقول يلا انا ونيتي بقى وخلاص. عندنا آية بتقول ومتى صليت فلا تكرر الكلام باطلا، ومتى صليت كمان ادخل الى مخدعك واغلق بابك. ميمو، المفروض ان احنا يا اصحابي لما بنيجي نصلي لبابا يسوع بنركز. ساعات مخنا بيشت، بس لازم نعلم وندرب مخنا وندرب نفسنا ان احنا واحنا بنصلي لازم نكون مركزين يا ميمو،
لأن ممكن الصلاة دي كلها ما تتحسبش لينا. أنت قاعد بتصلي عشان بتأدي واجب فابني، لكن مش مركز مع بابا يسوع اللي بابا يسوع في كل لحظة مديها لك وكل حياة هو مركز معاك. أصحابي إحنا وقتنا ضيق جدا، بس في فيديو أخير عايزين نعرضه لكم قبل ما نختم حلقتنا. نشوف الفيديو ده بسرعة ونرجع لكم مرة تانية، يلا بينا. عيط ليه؟ اصل الفيديو بصراحة أثر فيا قوي. ما أنا جايباه مخصوص علشانك. عشان إيه؟ عشان أعيط؟ لا، علشان لازم تفهم إن إحنا لينا هنا في الدنيا أهداف كتير غير إن إحنا نركز في الموبايلات والفيسبوك والإيميلات، ونسيب خدمتنا أنا وإنت مع أطفالنا اللي بيتفرجوا علينا، ونسيب كل هدفنا ومنقعدش نركز في حاجة تانية. لا بصراحة يا إنجي، الفيديو ده كان مؤثر تأثير فظيع بصراحة، خلاني كده اقعد افكر في الحاجات اللي انا بعملها وازاي فعلا انا مش بدي بابا يسوع حقه خالص. ممكن اكون فعلا بصلي، بروح الكنيسه، بحضر مدارس الاحد، بعمل معاكي
خدمة الأطفال بتاع دار الأولاد، بس حاسس كده عارفة زي ما مرة تسني قالت لنا في الكنيسة إن إحنا يعني بيبقى إحنا كده لما بنعمل الحاجات دي عاملين زي اللي هو إيه، زي يوحنا اللي هو من تلاميذ بابا يسوع، اللي هو الله بقى بنحب بابا يسوع وبنعمل له كل حاجة، بس من جوانا بيبقى زي يهوذا، يعني إن إحنا مش مركزين مع بابا يسوع، بنعمل الحاجات دي بس كده عشان مثلا إيه يعني بنعملها وخلاص، مش بنعملها وإحنا مركزين فيها وإن إحنا بنحط كل طاقتنا وتفكيرنا فيها. بصراحة يعني لا حقيقي اتأثرت كده وقعدت أفكر بقى كل حاجة. برافو يا ميمو، أنا هعتبر كده اعتراف منك يا ميمو بالحاجات الوحشة اللي أنت ضايقتني فيها النهاردة، علشان كمان ميعادنا جه وأنت يلا هتختم الصلاة بقى علشان اتأخرنا جدا. يلا بينا. طيب يلا. يلا يا ميمو. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بابا يسوع حبيبي، حبيب كل أصحابي، أنا بحبك أوي يا بابا يسوع. أنا آسف أوي إن أنا كنت مزعلك مني الفترة اللي فاتت، عشان حتى لما كنت بصلي وكده ما كنتش ببقى مركز بصراحة في الصلاة، فمن فضلك ساعدني يا بابا يسوع إن أنا أركز في صلاتي وأقول حاجة بقدمها لك أقدمها لك بتركيز، ويبقى بس عشان خاطرك أنت مش عشان خاطر أي حاجة تانية. ساعدني يا بابا يسوع، فرحنا كلنا وفرح كل صحابي واخواتي وصاحبتي انجي وكل اسره قناه التاريخ، وحافظ علينا كلنا بركه ماما العذراء والقديسين امين امين. برافو يا ميمو، وده وقتنا يا اصحابي اللي هنسيبكم فيه، هتوحشوني قوي على فكره لغايه يوم الجمعه اللي جاي انا وميمو. وعلى فكره اصحابي انا انبسطت قوي من الصلاه بتاعت ميمو، وبضم صوتي لصوته قبل ما ننهي حلقتنا النهارده، وبقول لكم صلوا لنا كتير 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 يا اصحابي، محتاجين صلاه جامده جدا منكم علشان الخدمه بتاعتنا، صلاه من اجل كل واحد كمان في الخدمه بتاعت الاطفال دي، علشان عدو الخير ما يحاولش يقرب لنا ولا يحاربنا. اصحابي في كل مكان تقدروا تتواصلوا معانا من التليفونات بتاعتنا اللي موجوده على الشاشه دلوقتي، والايميلات، وصفحتنا على الفيسبوك اللي هي البيج بتاعت دعوه الاولاد. اصحابي لغايه ما نشوفكم في الحلقه اللي جايه هتوحشونا قوي 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 قوي، ودلوقتي انا وميمو صاحبي وحبيبي هنقول لكم ايه، باي 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 باي. في كتير طرق وسط الحياه.